تقول: تقدم شاب متدين صفاته حميدة لخطبتها، ولكن والدها رفض قبوله بحجة عدم كفاءته حسبا ونسبا، فهو يريد لها شابا من العوائل العريقة ذات المال والجاه، بينما هي راضية به ولا تريد سوى. فتقول: هل يجوز لها أن تنكح نفسها منه بدون ولي أمرها؟ فقد قرأت في فقه السنة لأبي حنيفة ما يجوز ذلك النكاح، ثم إن الله ولي أمور العبد كلها ومنها الزواج. فإذا كان والدها سيحرمها من الزواج بمن هو مناسب لها وحريص على كرامتها وصيانة عرضها ومتمسك بدينه، ثم يزوجها ممن لا يتصف بهذه الصفات، فأليس لها الحق في عدم استئذانه في زواجها بشخص صالح، وتقوم هي بتزويج نفسها عند القاضي، أو تستأذن أحد أقربائها الآخرين المقتنعين بوجهة نظرها؟ أولا، لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، فإن زوجت نفسها فنكاحها باطل عند جمهور أهل العلم سلفا وخلفا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى خاطب بالتزويج أولياء أمور النساء، قال: وأنكحوا الأيام منكم صالحين من عبادكم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وقال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أما ما ذكرت من أنها قرأت في بعض كتب الفقه أن للمرأة أن تزوج نفسها، فهذا قول ضعيف ومرجوح، والصحيح الذي يقوم عليه الدليل خلافه، فلا يجوز العمل به. وأما ما ذكرت من واقعتها وأن لها رأيا يخالف رأي أبيها، لأن أباها يريد لها زوجا حسيبا نسيبا يكافئها، وهي لا ترى ذلك، وإنما تميل إلى أن تتزوج بشخص ترى أنه ذو دين وإن لم يكن ذا حسب ونسب، فالحق مع أبيها في هذا، وأبوها أبعد منها نظرا، قد يخيل إليها أن هذا الشخص يصلح لها في حين أنه لا يصلح، فليس لها أن تخالف أباها ما دام أنه ينظر في مصلحته. وإذا قدر أنه تحقق أن هذا الشخص يصلح لها ويكافئها في مقامه وحسبه ودينه، إذا قدر هذا وأبى أبوها أن يزوجها به، فإنه حينئذ يكون عاضلا وتنتقل الولاية إلى من بعده من بقية الأولياء، ولكن هذا لا بد فيه من مراجعة القاضي لينقل الولاية من الأب العاضل إلى من بعده من بقية الأولياء، وليس لها هي أنها تتصرف أو يتصرف أحد أوليائها بدون رضا أبيها، لا بد من الرجوع إلى القاضي الشرعي، وهو ينظر في الموضوع وملابسات الواقعة، وإذا رأى نقل الولاية إلى آخر نقلها حسب المصلحة. لا بد من ضبط الأمور في الزواج، ولا بد من القيام على النساء، لأن النساء نظرهن قاصر، وأولياء أمورهن من الرجال عندهم من الحرص على صيانتهن والغيرة عليهن ما ليس عندهن، فينبغي مراعاة هذا، والله أعلم.